ويقول أيضا: ما صحة حديث العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر؟ حديث صحيح. العين يعني الإصابة بالعين، الإصابة بالعين، العين حق والإصابة بها حق، وهذا من آيات الله أنه يجعل في بعض الناس، يجعل فيهم هذه الخاصية، أنهم إذا نظروا إلى شيء أو تفكروا في شيء فإن هذا الشيء يتأثر بإذن الله. هذا من آيات الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. والمصاب بالعين يعالج بالرقية، يعني يقرأ عليه العاين، يقرأ عليه من القرآن، ينفث عليه، كذلك يغسل إزاره وبدنه، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على المصاب ويشفى بإذن الله. العين حق، وهي تدخل الجمل القدر، يعني تصيب الجمل فيموت الجمل ويطبخ بالقدر أثر إصابة العين، والإنسان تصيبه ويدخل القبر، وكل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى.